السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الافريقي. عندنا برشا مواضيع هامه برشا للنادي الافريقي، برشا مواضيع مفيده للنادي الافريقي. ثم برشا من جماهير النادي الافريقي يحبوني نحكي لهم على التشكيله الاساسيه وعلى النظام نتاع النادي الافريقي. يا لندرا عندنا فريق بركه، والا عندنا زوز، والا عندنا ثلاثه. نقول لكم راهو عندنا فريق ونص من الاخر، لا عندنا لا زوز لا ثلاثه لا حتى شيء. عندنا فريق اساسي واضح، والفريق الاساسي مازالوا ناقصين قلب دفاع وناقصوا اريان دروا ينجم ياخذ مكان غيث الزعلوني. ساعات غيث الزعلوني دفاعيا ما يكونش في المستوى الكبير ياسر، ماذا بيه؟ كيف كيف محمد امين الحمروني اصاباته برشا، يعني ربي يشفيه، لاعب ممتاز، ولكن مع محمد امين الحمروني ادم الطاوس ماهوش اكبر معوض لمحمد امين الحمروني. بالنسبه للمدافعين قلب الدفاع كما قلت وحكيت ونصحت، رانا في قلب الدفاع نتاع النادي الافريقي ناقصين الملاعبيه يخرجوا بالوبي. بالوبي كما قلت هذه تدرس، هذه ما نجم يدرسها لكم كان مدرب عالمي كيما غوارديولا، والا نجم يدرسها نبيل ريجل سبور. هذه معناها ان شاء الله سعيد سابي يسمعني ويفهمها، سهله ماهله ان شاء الله يفهمها. يا خويا يا سعيد سابي، راه اذا كانت تحب المدافعين نتاعك يوليو يلعبوا كره صحيحه ويعديوا كره اللوت، باش نعطيك مثال بسيط، راه ما نهربش بيك برشا. مثلا اللي تفرج في المقابله الاولى الذهاب بين الوداد والترجي، ملاعبيه الوداد والملاعبيه نتاع المنتخب المغربي بصفه عامه يلعبوا كره اللوط، كان لاحظتوهاش خاصه المدافعين، احنا نحبوا الكره هذيك، ما نحكيلكش على الهروب معناها وكيفاش تلعب كره اللوط. دونك تحب تعلم ملاعبيتنا، عامر العمراني ريتو كيفاش طايش الكره، رامي البدوي ريتو، الشريفي ومعاهم اسكندر العبيدي، اكثر واحد يطيش كوره هو اسكندر العبيدي، الثاني اكثر ملاعب يطيش كوره هو عامر العمراني، الثالث رامي البدوي، والرابع توفيق الشريفي. اقل واحد فاهم اللي يطيش كوره هو توفيق الشريفي، راه عنده ساعات يلعب كوره لوطا توفيق. كان ثم ملاعب اخر يطيش كوره هاوكا ما شاء الله عليه، يسمع في الكلام وبدا يتصلح، وما يسالش يا خليل تصلح حتى عمره 30 ما ثم حتى مشكل، راه اما تصلح. احمد خليل، احمد خليل كان لاحظتوش كان يفك كره ويلعب بالعرض، هاكا ولي يحب يراوغ ويتقدم وكل شيء، وهذاك المطلوب خويا، هذاك المطلوب. نحكي لكم على المدافعين كيفاش تحبهم يتصلحوا يا سعيد السابي. راني انا بيدي راه مدرب، راه يعني اذا كان تحب نفهمك ما يسالش، راه نتناصحوا ما يسالش ما ثم حتى مشكل. ترين النادي الافريقي راهو البخت راهو عنده دور، راه ساعات واحد انسان عنده بخت ينجم كيما معين شعبان ياك العام، رين الترجي تحصل على زوز رابطة الابطال الافريقيه على خاطر ليكيب اللي ريناها حاضره. انت زاده طويكه تريني في ايكيب فيها برشا نجوم وفيها برشا ملاعبيه كورجيه ومتربين، هذاك علاش شابو بصحتك، ولكن يلزمك تتعلم هالحكايه هذه وباش نعلمها لك انا، باش نفهمك خويا. سهله في التدريبات وقت اللي تبدا تريني في ليكيب، ليكيب نتاعك كي تريناها تحب المدافعين نتاعك يوليو كورجيه، تحط لهم كاج شطرتيرا تلعب شطرتيرا وألم تيرا كامل مقابلة تطبيقية بينات الفريق الأول والفريق الثاني. الشرط الأساسي في الملاعبية نتاعك اللي هما ديفونساريات خاصة قلب الدفاع، ما يطيش حتى كرة سونتراج، ما يحسبش روحو مهف ومش يخرج لافون سونتر راس راس وكل لغة، لا خطيك خطيك، لا اسكندر العبيدي تنجم تخرج لاتاكور راس راس، ولا عامر العمراني ما تبداش تكذب على روحك وتتوهم في الجمهور اللي انت باش تخرج المهاجم راس راس. يا ودي ساعه قوم بدورك الاولاني، دورك الاولاني اللي هو شنو؟ تخرج كره للبيفو، تخرج كره للديمي دروا، معناها المدافعين نتاع النادي الافريقي الكل راهو الاربعه نحكي عليهم نتاع قلب الدفاع، تخرج الكره صحيحه، تخرجها للوسام يحيى، تخرجها لاحمد خليل، تخرجها للغيث الصغير، تخرجها لبسام صرافي وقت اللي يجيك كره اللوط، ظهر لي ساهل اسهل منها ما ثماش. ما نجمش تخرج كره اللوطه تعدي للريال دروا، ما نجمش تعدي للريال دروا تعدي للريال غوش. شوف يا خويا عندك ثلاثه اختيارات خمسه اختيارات ساهلين واضحين، خمسه اختيارات، والاختيار السادس هو ساقيك اللي تكور به، ساقيك كان كوارجي تقدم بالكره شوي وتجبد ساعات مهاجم يبدا ماهوش عامل لك ماركاج وكركار وكل شيء، تجبد وتتعدى تزيد سالك. اما الكره اللوط هجمات الكره الفوق راهم غفاصه من الاخر، اللي يلعب كره الفوق، وهذه نصيحه لازم توصل لهم بالصفه عليهم، خاطر هذه تبهليله، انا راه تبهليله نتاع فريق يلعب هوات، هذه نتاع ملاعبي هوات يلعب واقف، ملاعبي لا يتدرب لا يعمل حتى شيء، ملاعبي فيزيكو طايح، احسن حل يعملوا الكره من الديفونس يطيشها للاتاك.
في بالك وقت اللي انت ماشي في بالك الديفونسور تتخلص منها وتبعد في المسافه باش الكره تبعد عليك. اخي سعيد سامي مش لقش بيه اي ملاعب اذا كان ريتو طيش كره من الدفاع للهجوم راه يهرب في الكره عليه خرجوا معناها راهو فيزيكمون مبين والا راهو تكنيكمون ماهوش كوارجي. يا يعني اش نعمل في الكليب افريكاش عندي نعمل بملاعب ماهوش كوارجي يعني. ملاعب ماهوش كوارجي ما عنده شيء في ساقيه نعمل به انا مانيش نسمي يعني مربع سميتهم وخويا اي واحد فهم يقبل هالنصيحه هذه ويحاول يفهمها يدي لطفو برا معناها الكليب افريكان وما ادراك ما الكليب ما عندناش واحد كوارجي في اللاكس اللاكس اللي باش تعدي به سونتراج من الدفاع للهجوم السونتراج هذيك اللي باش تعديها من الدفاع للهجوم تلعب بها باس وبخلاف هذيك اللي في مخك تعمل سونتراج معناها انت هضره صحيحه ماكش هضره صحيحه خاطر ليكيب الاخرى يشلقوا بيك اذا كان يشلقوا راهو يا ولادي يفهموها راهو المنافس القوي مانيش نحكي على المنافس الضعيف اللي يلعب لك ماتش كامل دفاع نحكي لك على المنافس اللي يقدر باش يهاجمك راهو وقت اللي يشلق بيك اللي انت ديفونسيرات يطيش في الكوره وخاصه وقت اللي الديفونسير يبدا يخضر يمين ويسار هك ما شافش حتى شيء ماهوش قاعد يشوف في الملاعبيه اذا كان ريتو الديفونسير يحسب روحه يحب يوهم الجماهير اللي هو ما عندوش حتى واحد طلبه من 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 لاعبيه الوسط الميدان اللي هو العيب فيك انت العيب فيك انت يا قلب الدفاع نتاع النادي الافريقي انت العيب فيك يعني انت كي تحل اللعب وتهز وتبدا كوفرتي على البالون تاعك وماكش خايف من الاتاكون الاتاكونتي هو اتاكون معناه ماهوش اختصاص فكان كوره يعني انت باش تحير في اتاكونتي تمشي له بجهامتك بركه وتهز يمين ويسار وتخرج تخرج بالكوره يعني سي فاسيل الحكايه علاش تصعب فيها ويخضر هكا وهكا وحاره تو صيد تسكرت يا جمهور يا الكلوب سير راهي مسكر مش مطيش راه هاي برا طيش كيفاش شكون تحكي مع الناس اللي ما تفهمش وانت سعيد سايبي وين ودورك في الحكايه هذه الدور هاني فهمتولك يا خويا ان شاء الله يفهموا بلاي كان ثم شكون من جماهير النادي الافريقي ينجم يوصلوا له الفيديو هذا يا سعيد سايبي بلاي وصله له خاطر دوره هو باش يفهم ماهوش ملاعب يخرج مش ملاعب يزيه باي باي يا خويا تكرهنا تنحب الكوره يا خويا تنحب الكره لاتاك هانم ولا كوارجي جابهم بيه شنو هالدفاع هذا ما يعرفش يكون انا ما نقبلهاش ثم حاجه مدافع دورك كي تطلع كورنيل مركي بونتو بالراس سي بون يعطيك صح مركي بونتو بالراس تسمى به انا ساعات يعملها العمراني ساعات رمي البدوي يعملوه به سي بون ولكن الدور نتاعك بالاساس دفاعي الدفاعي اول حاجه تفك كره نظيفه ما تبقاش تعمل لنا كيف في كفر ولاد في 18 متر هذيك اول حاجه ثاني حاجه تبعد مترو على الديفونسير على الاتاكون وقت اللي تبدا كره عند الادفرسير تبعد مترو كهو على الاتاكون ما تبعدش عليه 6 متر تبعد عليه متر ومسافه نتاع باش تفك له كره اكهو هذيك هي المسافه الوحيده اللي تبعد عليه وقت اللي هو يبدا عاتي بظهره ما نجمش يتلفت لك راه بسهوله راه الاتاكون راه خاصه في الكره الفضائيه تفك هالو هذاك علاش انا كي نقول لك الديفونسير نتاعنا زاد كي يعمل سونتراج راهو الديفونسير الاخر قادر باش يفكها اكثر من الاتاكون نتاعك اللي ماشي في بالك باش يعمل كونترول يهبط كره ويدور يماركي بونتو تحلم ماهوش هالاند اللي باش يماركي لك بونتو ولا مبابي حتى ذوكم ما يعطوهمش كره عاليه يفد مبابي وهالاند وكريستيانو رونالدو كي يعطوهم كره عاليه يفدوا ما يحبوش يا ودي اعطيني كره لوطه انا اتاكون نحب كره لوطه باش نكور دونك العيب في في الملاعبيه نتاعنا نحن العيب في الديفونسير نتاعنا نحن وعندهم ديفو كبيره مش الكل عند الديفو الكبيره اكثر ديفو في السونتراجات وقت اللي نكون واحنا خاطر عندنا فريق تاع سيطره عندك وسام يحيى وعندك بيكورو عندك غيث الصغير عندك بسام الصرافي عندك المزياني عندك كيكسلي ايدو عندك حمدي العبيدي وعندك رشاد العرفاوي كورجيه كبار كي من هذا ما تعطيهمش كره اللوطه شنيا كورجي ما يحبش كره الفوق اسالوا عليه هذه عالميا كورجي راه يحب كره اللوطه راه هذايا درس يدرس هذايا درس اللي حكيته طو يدرس تحب تتعلم كره القدم تلعب ديفونس كونتر اتاك ديفونس كونتر اتاك بالنسبه سعيد السابي المعلومه نتاعك اللي مش المعلومه اللي مش تنصحك بها الملاعبيه نتاعك نتاع الديفونس ما هي مقابله في التدريبات في راك تترينا اي ملاعبي من الديفونسارات تريه يعمل سونتراج طويله تعطيه عقوبه وكان لازم تهبطوا للسبور باش تعطيهم تنبيه انت مش توقفهم توقف اللعبه كل ما تصير ديفو توقف اللعبه اخويا يودي فيق توقف اللعبه في التريمون نحكي لك اسكندر العبيدي حسب روحه تحصر طويك يلعب في التريمون تحصره باش يعمل سونتراج جاي هنا اقف ستوب
الولاد جماعة الوسط اللي معناها في الفريق الثاني اللي محاصرين سكند العبيد، لاحظ لاتاكو خليه يتعدى، خليه يتعدى، ما يسالش، خليه راهو مسكين مازال يتعلم، خليه يتعدى، تعدى يا اسكندر، تعدى يا عمراني، تعدى يا رامي البدوي، تعدى يا شريف، تعدى وما يسالش، تعدى به، تعديه تو سي بون، السونتراج هذيك ما عادش تعودها، شوف اش بتعمل، عادي تو باس لصاحبك، عادي باس لصاحبك، ما يحصروا حد اللي مش يعدي له، يعدي باس نفترضوا مثال باش يعدي باس للبسام صرافي، بسام برا برا الجارديا ماركي بونتو، برا الجارديا ماركي بونتو، ما يحصروا حد ولاد، برا ماركي بونتو. معاذ حسن خلي بسامي ماركي بونتو، يمشي بسامي ماركي بونتو، ايجا هنا نرجع تو مش نعطي نصايح، ايجا يا اسكندر، شفت كي عديت كرة باس اللوطة، شفت صاحبك كيفاش تعدى، شفت كيفاش تسجل هدف، نعاود نعمل لقطة أخرى، هاي يا سي اسكندر، شد كرة في ال 18 متر، سنترها، ايجا يا الديفونسير المقابل اللي هو من الفريق بي، اسكندر عبيدي سنترها. لاتاكون تاع الكلوب اللي معاه اسكندر خويا ما تعمل حتى مجهود، خلي الديفونسير يفك، فك الديفونسير الاخر اللي في ليكيب بي، اون فوا فك الديفونسير اللي في ليكيب بي نوقف اللعب يا اسكندر، شفت كي انت طيشتها، شفت كي انت طيشتها، او كفك الديفونسير نتاع ليكيب بي به توا اسكندر، شوف اللقطه، شوف العواقب نتاع الغلطه اللي انت عملتها، الكرة هذيك السونتراج نتاع ليكيب بي سنترها خويا المهاجمين اللي بحث اسكندر العبيدي يسنترها، نحط أربعة على اسكندر العبيدي باش نوري له قيمة الهجوم المعاكس وقت اللي هو يسيطيش كرة، هاو كجاك هجوم معاكس مثلا نقول وحنا يلعب كونتر العالفاوي، يلعب كونتر غيث الصغير، يلعب كونتر ايدو، عداو باس لبعضهم، اسكندر العبيدي بقى ينوس، تسجل هدف، خلي يا جارديا يسجل هدف، تسجل هدف، يعني العاقبة نتاع الملاعبي وقت اللي يلعب سونتراج راهي العاقبه نتاعها تجيك كونتر اتاك، العاقبه نتاعها الفريق المنافس يولي يحس اللي هو ما يخافش من فريق ما يعرفش يلعب كوره، راهو الفريق اي فريق منافس راهو خاصه الفرق الكبيره اللي كيفنا اللي مش يلعبوا معانا في الكوب دافريك ولا حتى في البطوله التونسيه، راهو ما يخافش من فريق يطيش في الكوره، هذه نصيحه وان شاء الله يسمعها سعيد السابي، ومازالت عندنا عده نصائح اخرى بالنسبه للكلوب افريكان، وراه ما عندناش ثلاثه فرق باش نبداو متفاهمين، ما عندناش ثلاثه كيبات باش نعملوا تورناج في الليكيب وكل شيء، نو نو نو، احنا تعرف ايش عندنا بالضبط، عندنا 11 ملاعب ناقصهم قلب دفاع، يعني 10 ملاعبيه ناقصنا قلب دفاع وناقصنا هذا معناها ناقصين ملاعب قلب دفاع لازم منه في الكلوب افريكان. بالنسبه للمعوضين نقصنا اري دروا خاطر غيث الزعلوني دفاعي تاعب، بالنسبه لمحمد امين الحبروني نقصنا معوض ظهير ايسر ممتاز على خاطر تعب، كي يتعب محمد امين الحبروني الطاوس ماهوش قاعد يعوض فيه بالكدا، هذا هو اللي نقص. لاتاكون دوميات مريغلين بحضور بيكورو نادي الافريقي في الثنيه الباهيه، نادي الافريقي ما تخافوش عليها، بنصايح هذه وصلوا واعملوا اكسبلور، اعملوا بارتاج جماهير النادي الافريقي، خاطر كل ما تعملوا بارتاج تنجم توصل لاكثر فئه من الجماهير نتاع النادي الافريقي، وممكن ياسر توصل لسعيد السابي، وسعيد السابي يسمع بنصايح هذم اللي هما من ذهب، وقتها النادي الافريقي راهي ما تخافوش عليها، وبقدره الله ننتصروا على جميع الفرق ونكونوا في المستوى الباهي، وان شاء الله نتحصلوا على كاس الكاف ونتحصلوا على كاس وعلى البطوله التونسيه وكاس تونس وسوبر كوم تاع افريقيا، هذا مستوى النادي الافريقي من احسن فرق افريقيا حاليا، ان شاء الله يواصلوا. بالنسبه للمقابله تاع القهوه في القفصه بطبيعه الحال مقابله هامه وهامه برشا باش نحكي فيها مطولا، في مازالت عندنا نهارين باش نحكي لكم على قهوه في القفصه وشنو المطلوب باش ننتصروا على فريق قهوه في القفصه في قفصه، على خاطر الانتصار على قفصة راهو مهم ومهم برشا لصالح النادي الافريقي باش نتقدموا وباش نكونوا ديما في التوب، خاطر الحاله هذه جديده علينا وقت اللي نكونوا متصدرين مسلسين قبل نهزموا بالمقابله اللي بعدها، المره هذه متصدرين نحبوا نزيدوا نستثمروا في التصدر نتاعنا ونزيدوا نفوتوا الاطوال ونفوتوا الفرق الاخرى بمسافات ونكونوا النادي الافريقي، وقتها نجموا نعملوا تورناج في الليكيب نتاعنا، وقتها نجموا نهبطوا المطيري يحيى المطيري اللي هو ملاعب كبير، نهبطوا احمد الهمام نزيدوا نجربوه، نهبطوا احمد السويسي يلعب تيتولير، نهبطوا الملاعبين الاحتياطيين نتاع النادي الافريقي وقت اللي نضمنوا على المرتبه الاولى في البطوله التونسيه، وما تخافوش جماهير النادي الافريقي معاكم نبيل ريغن سبور مش حتقدر تغمض عليك عينيك. عفوا، وختاما نقول لكم فيفا فرزة سيارة.